أبو بكر يقود أول حملة على حصون خيبر. أشرقت الشمس، فنادى القائد صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق وأعطاه الراية، فامتثل أبو بكر، ثم توجه بجنده نحو الحصن، فدعا القوم للإسلام فرفضوا، فجرت حرب طوال اليوم، حرب لا نزال فيها، بل رماية من الطرفين، فالاقتحام صعب للغاية، واليهود يجيدون التحصن ويجبنون عن المواجهة. عاد أبو بكر في المساء دون فتح الحصن رغم شجاعة جنده، وفي اليوم الثاني كرر صلى الله عليه وسلم المحاولة، لكنه أعطى اللواء هذه المرة للفاروق، فتوجه عمر برايته للحصن ودعاهم للإسلام فأبوا، وفجأة فتح باب الحصن، فخرج ملك خيبر ويدعى مرحب، خرج متحديا للمبارزة يصرخ: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فتصدى لهذا الملك الشجاع عامر بن الأكوع عم سلمة، خرج من الصف يتحدى يردد: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. سل الشجاعان سيفيهما ودارا حول بعضهما، فضرب كل واحد منهما الآخر ضربه، ثم رفع مرحب سيفه فهوى به على عامر، فرفع عامر ترسه وتصدى للضربة، لكن أثناء انحناء عامر لتفادي الضربة فقد توازنه، وإذ بسيفه يرتد في صدره ليهوي شهيدا، لترتفع هتافات يهود فوق سور الحصن وعند بوابته. وسط ذلك الهتاف عاد مرحب مسرعا مزهوا لحصنه، ولما دخل أغلق الباب على نصر معنوي، لتجري بعدها معركة كمعركة الأمس بالسهام فقط. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يسمع أصواتا تتجه نحوه، رجال يحملون جريحا تنزف ساقه، ويقولون: أصيب سلمة بن الأكوع، فهل سيغادر آل الأكوع اليوم؟ لم تحن الشهادة بعد. فسلمة يقول: إنه ضرب يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها. نهض سلمة معافى وذهب ألمه، لكنه أفاق على ألم أشد، جعله يبكي وهو من أشد العرب والمسلمين بأسا. بكى سلمة حين مر بمجموعة من إخوته المجاهدين، مر بهم وهم يتحدثون عن مصير عمه عامر بن الأكوع الذي بارز مرحبا ملك خيبر، فقالوا لسلمة: إن عمه قد انتحر، وقالوا بالحرف الواحد: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فبكى عامر لمصير عمه، وعاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، عاد مفجوعا علّه يجد دواء لجرحه الأليم هذا. وقف أمام قائده صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم:
من قال ذلك؟ قال سلمة: أناس من أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. عادت السكينة إلى سلمة كما عاد جيش عمر دون أن يفتحوا خيبر، وسكنت الأجواء وغربت الشمس عن يوم مرهق جاع فيه الصحابة جوعا، جوعا حول أرض خيبر إلى مدرسة للتغذية الصحية.